أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال يقول: إذا كانت الحواجب كثيفة ومتشابكة هل يجوز التفريق فيما بينهما؟ أنا أقول ما يجوز العبث في الحواجب، ما يجوز العبث في الحواجب. وإذا كان فيها تشويه أو فيها آفة تذهب إلى الطبيب المعالج، هي هي اللي تعبث فيها، تذهب إلى الطبيب أو الطبيبة. إذا وجد الطبيبة من النساء موثوقة تذهب إليها لعلاج هذا التشويه وإزالة هذا التشويه. أما إذا كانت سليمة وليس فيها تشويه وليس فيها آفة من الآفات فإنها تتركها ولا تتعرض لها. نعم.